بيوم من الأيام كان هنالك أب رزق الله سبحانه وتعالى بأربع بنات، ومن بعدها رزقه الله بالابن الذي لطالما تمناه. كان ذلك الأب حريصا كل الحرص على تلبية احتياجات بناته وابنه، إلا أنه كان شديد المعاملة مع ابنه الوحيد خوفا من كثرة تدليله وأفساده بذلك، لذلك كان دوما يقسو عليه ويضربه. كبر الابن وكبرت في عينيه قسوة والده عليه، وبيوم من الأيام كان الأب قد كبر سنه وزوج بناته الأربعة وتوفيت زوجته. حدث شجار بينه وبين ابنه الشاب الذي يملك القوة في منتصف الشارع، وإذا بالابن يرفع يده على والده ويصفعه بالقلم على وجهه أمام كل الناس. تعجب كل من كان يقف من موقف الابن العاق. لم يتحمل الرجل فعلة ابنه فمات أثرها بثلاثة أيام بعدما دخل في غيبوبة. تمر الأيام ويتزوج الابن ولم ينجب إلا ابنا واحدا. أنفق كل ما لديه عليه وعلى تربيته، وقد كانت زوجته مستهترة وغير مسؤولة لأبعد الحدود. لم يهنئ هذا الابن بطيبة الحياة يوما، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه لم يراجع حساباته ولم يفكر يوما في فعلته مع والده الذي مات حرقة من سوء معاملة ابنه الوحيد. كبر الابن وأصبح هزيل الجسد، وتصادفت الأيام وإذا بالابن وقد أصبح أبا مع ابنه، وإذا بيوم من الأيام يحدث شجار عظيم يصفع الابن والده بصفعة قوية أمام كل الموجودين، وبهذه المرة لم يتعجب الناس حيث أنهم هم أنفسهم من شاهدوا منذ سنوات طويلة الموقف الذي حدث مع والده وفعلته به. سبحان الله، يمهل ولا يهمل، وكما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان.